كرة ثابتة لصالح النادي بنزرتي بحذاه حسام الزديري. حضرية هو اللي باش ينفذ المخالفة. حضرية ينفذ هدف. هدف ثاني لصالح النادي بنزرتي. نور حضرية. نور حضرية يسجل الهدف الثاني لصالح النادي بنزرتي في توقيت 65 دقيقة لعب. حضرية يسجل الهدف الثاني 2-1. كرة ثابتة تتغير النتيجة هنا في ملعب 15 اكتوبر بنزرت. هاي إعادة كرة مقوسة على الجهة اليمين تضرب في القائم الأيمن للحارس كريم العموري لمرمى الحارس كريم العموري وتدخل الشبكة 2-1.